السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. معكم خوكم فيصل، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال تركيب لي بانو سولير اللي غادي يكون مع بروجيكتور ديال الضوء. مهم بالنسبه للبلاصه اللي غادي نانستالو فيها هاد البانو سولير خص يكون الخيط طويل، حيت كاين المسافة ما بين البروجيكتور و البانو سولير. أول حاجة أنا نقاربكم باش تفهمو. أول حاجة نحاولو نديسوديو هاد الخيوط هادو ونديرو كابل طول من هذا اللي غادي يجينا من هنا حتى البروجيكتور اللي غادي يقدنا. المهم أول حاجة غادي نحلو الفيساز، غادي نديسوديو هاد البلايص هادو وموراهم ندوزو للتركيب ديالو. يلا خليكم معنا. كما تتشوفو تجي البانو سولير وتيجي السيبوا ديالها ديال الفيكساسيون وتيجيو معاها واحد جوج ديال الفيسات هما هادو. المهم اول حاجه غادي نتقبو باش نفيكسيو السيبوا ديال البانو سولير. صافي موراها تركبو البانو سولير معاها بهاد الفياس هادو. المهم كما تشوفوا هنايا غادي تقبا ندير فهاد السطح هذا. المهم السطح راكم تشوفوا هنا مزيف، ما عنديش كي ندير نصور. المهم حتى يلصق ويتسالى ونصور لكم شنو كاين. يلا خليكم معنا. المهم كما تشوفوا حنا ركبنا البانو سولير، التركيب ديالها ما صعيبش. كاينين جوج فياس ديال السيبورا وكاينين هنايا التكاب ما بين السيبورا و البلاك سولير. المهم التزيير ديالهم هنا هما دايرين كديستي تزيير مانيوال. المهم هذا هو الخيط اللي طولنا، احنا هبطناه لتحت، يعني بقى لنا غير نربطوه مع البروجيكتور. يلا نهبطو لتحت.